حمد لابراهيم راكب يجري من بعيد ويحاول يحصلها، فعلا يحصلها ابراهيم. ارفع ابو خليل، ارفع ابراهيم، وراس ماجد في الجول، وراس ماجد وجول، يا حلاوه يا حلاوه، رفعه حلوه من ابراهيم المراكي، وجول السادس بعد 19 دقيقه من الشوط الثاني. اصبحت النتيجه 6-0. شايفين ابراهيم المراكي الكره رفعت، لعبت له من حمد الدوسري وكان بيجري ومنطلق، ورفع ابراهيم المراكي، هو اللي حيرفع، دي رفعت ابراهيم المراكي، وده رقم 9 ماجد عبد الله براسه ويحطها في حلق المرمى، جول.